اليوم رح نحكي على أهمية الهايدرا فيشل بفصل الصيف والفرق بين الهايدرا فيشل وتنظيف البشرة العادي. بفصل الصيف البشرة كتير بتفقد من رطوبتها بسبب الجو الحار وأشعة الشمس الضارة، فلهيك إجراء الهايدرا فيشل كتير ضروري. جهاز الهايدرا فيشل هو من أحدث التقنيات اللي تعمل على حل مشاكل البشرة، وأهمها ترطيب البشرة، زيادة مرونة الجلد، إعطاء النضارة، تخفيف التجاعيد والخطوط، توحيد لون البشرة، وأهم شيء بتوازن الدهون بالبشرة الدهنية وبترطب عنا البشرة الجافة. فهي تشتغل بتقنية بتخلي عنا ترطيب عميق ودقيق أكثر. طبعا الفرق بين الهايدرا فيشل والتنظيف العادي انه التنظيف العادي هو بيكون نوعا ما سطحي اكثر، الهايدرا فيشل بتشتغل ديب اكثر بعمق اكثر، بتعطينا تنظيف اعمق وتعطينا كمان ترطيب اعمق. وطبعا ما ننسى أهمية ترطيب بشرة بالصيف، كمان يعتمد على شو بناكل شو بنشرب. طبعا لازم نشرب المياه كتير وناكل كتير الفواكه اللي تحتوي على المياه والأكل الصحي، هي كلها أشياء بتساعدنا على الحصول دايما على بشرة نظرة ورطبة ومشرقة.